كما كشف مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس حمدي نبهان أن خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة تتضمن أكثر من 4100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات. وفي لقاء خاص أيضا لقناة أون لايف قال نبهان إن الفرص الاستثمارية الجديدة تتميز بالتنوع الذي يغطي مختلف القدرات التمويلية. احنا ما اهتمناش بس بالمستثمر الواعي اللي هو عنده القدرة على تحليل البيانات، احنا عملنا 4136 فرصة استثمارية جاهزة متوزعة على المحافظات المختلفة. يقدر المستثمر اللي عايز يحط فلوسه في مشروع معين يختار القطاع الصناعي اللي هو عايز يشتغل فيه، يختار المنطقة الجغرافية اللي هو حابب ان هو يشتغل فيها، ودي برضو بتخضع لفين الموارد وفين الخدمات وفين الموارد. دي طبعا في انواع كتيرة من الموارد، موارد بشرية وموارد طبيعية وموارد زراعية وحيوية. هو احنا 56% من الفرص اللي موجودة عندنا صغيرة ومتناهية الصغر، لان الاهتمام فعلا ان احنا نوجه الشباب انه يتجه للعمل الحر، ياخد المبادرة. في بنوك كتيرة اتصلت بينا عشان تساعد في تمويل المشروعات الصغيرة،